ما زلنا نتابع السلبيات ونطالب بعض المناطق العشوائية اللي هي مثل جليب للشيوخ وغيرها من هذه المناطق. تقول شو التهدف أبو أحمد؟ الهدف نقول للحكومة استعيلوا في قانون المدن العزابية اللي كان المفروض هذا مشروع قديم يتم تنفيذه ويطرحونه بنظام المبادرات البي أو تي، لكن للأسف هذا المشروع ما زال نايم لهدف فئة معينة. ولو سألتوا هذه الفئة المعينة اللي مأجرين بيوتهم في الجليب، اللي مأجرين العماير للشركات، هم مسؤولين في الدولة ونواب، لذلك ما راح يسمحون لنا ينشؤون المدن العزابية المرتبة لتوفر السكن الملائم، لكن يبونها مثل ما هي. العمارة فيها 40 شقة، الشقة فيها 40 غرفة، هذا اللي يبونه، هذه مصالحهم. لذلك في نواب أصحاب عقارات وهناك مسؤولين في الدولة أصحاب عقارات ما راح يسمحون تنظم مثل هذه المناطق لأنها ماني. لذلك احنا لما نقول القوى الفاسدة تمنع القرارات الإصلاحية، وهذا الحكي اللي قاعد نقوله، لذلك لن يصدر أي قرار ضد مصالحهم. حكومة مدن العزابية استعجلوا حتى تنظم مثل هذه المناطق. شوفوا الوضع المزري لجيب الشوخ. صباحك الله بالخير ابو احمد. طبعا اليوم موجودين بالجليب، طبعا ابو احمد اليوم الامور من أسوأ الى أسوأ. نفس ما نشوف، ما ادري الشوارع مكسره، ما ادري اتكلم لك عن المجاري، ما ادري عن الزباله ابو احمد، شيء لا يصدق. نفس ما نشوف ابو احمد، شوف الشوارع مكسره، شوف المجاري بالزياد. طبعا الاسبوع اللي طاف ما كان الحجم هذا، الاسبوع هذا اكثر. نفس ما نشوف ابو احمد، شوف ابو احمد المستنقع، شوف مستنقعات المجاري. طبعا الارض نازله من المجاري ابو احمد، من كثر ما المجاري الارض قاعد تنزل، الشوارع هذه تكسرت خلاص. شوف ابو احمد، لا وزاره اشغال بلديه نهائيا. شوف يا خل ابو احمد، شوف هذا المجاري، من ملابس، من فرش، جميع الأنواع موجودة بالمجاري. شوف المفاجأة أبو أحمد، شوف حجم الزبالة الموجودة، شوف مياه المجاري أبو أحمد، شوف المستنقع. نفس ما أشوف أبو أحمد، طبعا أنا قلت مستنقع فأقول لك بحيرة مو مستنقع. شوف أبو أحمد سيارة شلون نازل بالمجاري، شوف حجم المجاري الموجودة. خلينا نشوف مفاجأة أبو أحمد، شوف مفاجأة أبو أحمد، شوف أنا قاعد أقول لك البلدية وين، طبعا ها بس ما نشوف أبو أحمد وين البلدية، وين الأشغال، شوف المجاري أبو أحمد، شوف المستنقع، شوف البحيرة، شوف شو اللي قاعد يصير بالجليب. شوف أبو أحمد، شارع كامل ابو احمد، شارع كامل. نفس ما اشوف ابو احمد، طبعا هذه ممر المجاري، شوف ابو احمد على الشارع على طول ما يتعطل. انا ما طالب قولوا يثمنون المنطقه، لا، تنظم المنطقه. أول شيء نحط البديل. المشكلة إحنا بالكويت نصدر قرارات ونمنع أمور وما نحط البديل. أوكي، في مشكلة، ممتاز، شيء حلو، شيء جميل، الحل
ننشئ المدن العزابية بشكل كبير ونعطيها البيوتي أو الدولة تنشئها أو تعطي القطاع الخاص تقول لي بروح أسوي عماير نظيفة وتحت رقابة البلدية والشقة مو كذي واللي قاعد بالغرفة اثنين وشي مرتب أو الشركات اللي عندها شركات النظافة نعطيهم مساحة يسوون عماير نظيفة حق عمالهم وتنتهي القضية. بس ما يبون لأن هناك مسؤولين وهناك نواب ما يبون تنحل القضية لأنهم أصحاب عقار، وهذه هي علامة الاستفهام. بس هاي المشكلة. نحب نخالف مثلا شركات تبي مخازن ما عندها خازن تروح تأجر بالوفرة وبالعبدلي والأماكن وتخزن فيها أو تأجر بهالعماير السرداب تشوف كونتينر داش الفريج عسى ما شر قال والله فلان مأجر سردابة حق الشركة زين وفروا مستودعات ما يبون. ليش ما تبون؟ ما لنا خلق. ليش مالكم خلق؟ فلان مو راضي فلان مو راضي. هذه قوة الفساد اللي احنا نتكلم عليها. وحتى لو كان تكاسل هو فساد. تقرير الكويت والناس